يلح علي المخرج بأن الوقت انتهى، وقبل ذلك يلح علي المشاهدين في قراءة بعض المشاركات منهم، سأقرأها إجمالا لتعلقوا عليها. محمد أحمد يقول: شكرا لك عبد المجيد على التقديم المتميز، وشكرا لضيفكم الكريم، وأريد أن أسأله عن صحة المعلومات التي تقول إن سبب انشقاقه عن بوليساريو هو احتوائه على مبلغ مليون دولار قدم هدية من إيطاليا للحركة. هدية من؟ من إيطاليا للحركة. طبعا لا أساس له. أبو المعالي الموريتاني يقول: السلام عليكم عبد المجيد. قال لي راجل ثقة عنه، قال له عبد الله ولا الشيخ ولا أحمد محمود طال الله بقاءه، هو وعبد القادر والحمادي الجناني الكادح الشهير. هذه الروايات، رواية عبد الله وكان حاضرا للمؤتمر في القوارب، وهو كيف تعرف الخشقيق لمحمد، كيف تعرف الخشقيق لمحمد ولد الشيخ يرحمه أصغر منه. قال اعلن انكم جيتوا الروسو للمؤتمر الشباب، واللي كان حاضر قاع والله كان حاضر الاجتماع اللي هو انتوما، ودخل فيدو طابع بريد عليه صورة محمد الخامس وقال لهم عنهم يوفوا بيانهم بمبايعة الملك المغربي محمد الخامس، وسبب ذلك غضبا في القاعة وطلبوا منك الاعتذار حسب ما كتب. هل هذا صحيح؟ فيه شيء من الصحة. القضية الأخرى اللي قالها عبد القادر الحمادي أن أحمد بابا أعد خريطة للجمهورية الصحراوية وضم لها ولاية إنشيري الموريتانية، وأن عبد القادر شاف الخريطة التي أعدها أحمد بابا وطالب عند مجيئه لهم أي بوليساريو بضم ولاية إنشيري للصحراء، والخريطة شافها عبد القادر قال. ضم إنشيري للصحراء. نعم، ضم إنشيري للصحراء وقال أعلنكم رسمتوا خريطة للصحراء فيها إنشيري. لا ما يحق. لا ما يحق. محمد الموسى، أريد أن أسأل ضيفكم عن علاقته بمحمد والمولود والدادة وعلاقته بسليمان والشيخ سيدية. نعم. نعم، محمد المولود والدادة كان صديق لي جدا، وتعرفت عليه في باريس في الخمسينات لما كنت تلميذي، كنت أحضر البكالوريا في باريس، وهو كان مع المختار، كان يدرسون في الجامعة منذ سنوات، وفعلا كانت بيننا صداقة جدا جدا. وسليمان؟ وتفاهم يعني له مستوى الفكري مهم جدا جدا، أكثر من صديقنا واخونا المختار اللي طبعا كان اقرب لنا الناس احنا الاثنين، لكن كانت بيننا احنا انا ومحمد كان بيننا تفاهم. وسليمان؟ سليمان كان صديق ايضا، صديق تعرفنا في ذاك في العوينه كامله، ما كان من الشباب ولا النهضه غير اللي ما كان بعيد من ذاك كامل. جيد. محمد احيد ولد سيدي محمد، وهو موريتاني، شاعر موريتاني مقيم بقطر، أريد أن أوجه الأسئلة التالية لأحمد بابا ولأحمد مسكة. السؤال الأول: لماذا تهجم أحمد بابا على المرحوم المختار الدادة ووصفه بالكذب في مذكراته، مع أن هذه المذكرات ظهرت قبل وفاة المختار بسنتين ولم يصدر عن أحمد بابا أي اعتراض على ما فيها من أكاذيب بحسب تعبيره؟ ما حقيقة العلاقة المشبوهة بين أحمد بابا وبين المغرب من جهة والصحراء الغربية من جهة أخرى، وكيف استطاع الرجل أن يجمع بين الولاء للنقيضين حسب تعبيره؟ ثم ما حقيقة تخليه عن جواز السفر الموريتاني؟ أعتقد أننا تناولنا هذا في حلقة قادمة. أليس من الأولى، يقول، لرجل يقدم شهادة على جيل مات بأكمله أن يراعي مشاعر أحفاد أحفاد هؤلاء الموتى فلا يسيء على أجدادهم بما هو في غنى عنه، خاصة إذا علمنا أن هؤلاء الأجداد كانوا يوما ضمن أصدقائه؟ نعم، هناك طبعا أشياء تحدثنا عنها فيما سبق، وهي نعم أشياء تحدثنا عنها أكاذيب نعم تجاهي أنا، وأنا أبدا لم وجه المختار ما يسيء، ولا وحاشي دائما، أتحاشى دائما كل ما يمكن أن يجرح شخص ولا أقارب ولا يعني. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية. في ختامها أشكر باسمكم جميعا العميد أحمد بابا والأحمد مسكة على تششمه عناء الحضور معنا، وعلى صدره المفتوح لأسئلتنا التي ربما تتجاوز أحيانا اللباقة، والأدب الذي يستحقه مقامه الكريم. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقدموا تقبلوا عفوا تحيات الفريق الذي أنجز
معي هذه الحلقة المخرج وكذلك المشرف على الصوت رباح. وهذه تحياتي عبد المجيد الإبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.